السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو لن أشرح أي شيء، ولكن سأتحدث عن نقطة يقوم بها أغلب مستخدمي أجهزة الآيفون أو الآي أو إس، والذين عند مشاهدتهم لفيديو على اليوتيوب ويكون هذا الفيديو يتطلب جيل بريك. فعلى سبيل المثال، أي فيديو قمت بشرحه أنا أو أي شخص آخر على سبيل المثال في آي أو إس 8 ويكون يريد جيل بريك لتقوم بهذه الخطوة أو هذا الشرح أو هذا الفيديو طبعا. وأنت أتيت ولديك آي أو إس 9 وأيضا لديك جيل بريك وتريد القيام الذي تطرقت إليه في ذلك الفيديو في iOS 8، فعندما أول ما مشاهدتك للفيديو أو أول يعني فتحته أو لم تفتح ستقوم بإغلاقه، وهذه أغلب الأشخاص يقومون بها ويبحث عن فيديو آخر. فمشاهد الكريم، هذه الخطوة التي تقوم بها يعني خاطئة. على سبيل المثال أنا قمت به في أيام iOS 8 ويكون يريد أداة أو تطبيق من السي دي أو أداتين ثلاث أدوات وغيرها من ذلك، وأنت قلت له هذه الأدوات يعني قديمة وشرح قديم، فكن على يقين مشاهدي الكريم أن هذا الشرح يشتغل مع تحديثك في بنسبة 95%، لأن أغلب الأدوات في السي دي يتم تحديثها دائما مع كل إصدار، كل الأدوات يتم تحديثها، كل التطبيقات. فعندما أقول بنسبة 95% يعني ربما يكون لا يشتغل معك، ولكن في الغالب سيشتغل معك. فأتمنى منك يعني دائما مشاهدة ذلك الفيديو، التحايل قليلا، يعني إذا لم يشتغل معك يمكنك البحث عن نفس الأداة التي شرحتها في ذلك الفيديو وتقوم بكتابة على سبيل المثال أداة محمد الصغير، تبحث في السيديا محمد الصغير 2، محمد الصغير 3 إذا كانت قديمة وأصدر أيضا في أو 7 فيكون لها إصدار 2 3، تكتب محمد الصغير 2 3. يمكنك أيضا كتابة محمد الصغير أو 9 8 زائد 9 وهكذا، يعني التحايل على السيديا والبحث، يعني ربما كان اصدار جديد من الاداء. اذا لم تجد الاداء بهذه التتابعات يعني 7 8 9 2 وغيره من ذلك، ربما تجدها بنفس الاسم وبعدها برو مثلا، ربما تجدها بنفس الاسم لم تتغير ابدا وتشتغل، فقم بتنزيلها وتجربتها. اذا لم تكن لم تتوافق فلا تخف ابدا، سيدخل الهاتف في وضع السيف مود، تقوم بحذف الاداء وتخرج من وضع السيف مود و ترجع حالتك الطبيعية. وإذا لم يشتغل معك، ولكن على الغالب سيشتغل معك، أقول يعني أطرح سؤال على صاحب الفيديو، أطرح سؤال علي أنا في التعليقات، فإن شاء الله سأجيبك. كذلك يعني أتحدث عن نقطة أخرى عندما أشرح تنزيل تطبيق ليتطلب جيل بريك ويكون غير موجود في الأب ستور، على سبيل المثال موفي بوكس. فعندما أشرحه في الفيديو أقول أو أنزله في الفيديو من تطبيق أو متجر الهب ستور، في التحديث الذي يليه مثلا 9.1 يكون الهب ستور حدث له مشكلة، لا يتم تنزيل هذا التطبيق من ذلك المتجر، فقم بالبحث عن نفس التطبيق في متجر آخر، في شير، تونغبو، إذا كان لديك جيل بريك، أب كيك، يعني الكثير من المتاجر الصينية المتوفرة. ليس من الشرط أن إذا لم يشتغل معك المتجر الذي استعملته في الحلقة لا الموضوع غير صحيح والفيديو خلاص قديم وانتهى وغير من ذلك، لا، يمكنك تنزيله من متجر آخر. إذا نزلت التطبيق يمكنك متابعة باقي الشرح وشرح التطبيق، يمكنك تطبيقه على التطبيق الذي قمت بتنزيله طبعا مثل موفي بوكس ومشاهدة الأقسام وغيره من ذلك. يعني دائما ابذل جهد قليلا، تحايل قليلا، كما قلت لك ابحث عن اسم ده بطريقة مختلفة، تنزيل التطبيق الذي لا يتطلب جيل بريك وغير موجود في الأب ستور بمتجر آخر وهكذا. يعني لا تظل دائما هكذا ويأتي الشرح إليك، تأتي الطريقة إليك، يأتي كل شيء إليك. نعم الشروحات التي تقوم بشرحها وطرحها دائما صحيحة، ولكن بعد مرور الكثير من الوقت لا أدري ربما يتم تحديث الإصدار لا يتوافق وغير من ذلك، يعني هذا شيء طبيعي 100% ويحدث دائما. أتمنى تكون الفكرة قد وصلت في هذا الفيديو، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. شارك هذه الفكرة مع أصدقائك يعني حتى يبذلون جهدهم أيضا، لا يعتمدون على اليوتيوبرز حتى يقدمون لهم معلومة، لأنه ليس من الطبيعي أن يتم شرح نفس التطبيق، طريقة تنزيل نفس التطبيق 5 مرات مع كل إصدار، فستمتلئ القناة بالفيديوهات وبنفس المحتوى، لن يكون هنالك مواضيع جديدة. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لا تنسى الاشتراك في القناة، إلى اللقاء.